بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت دلوقتي سؤالك يعني الاساسي ايه هي صفات الشيخ المربي؟ اصبر بس علي، اصبر بس علي. ايه هي صفات الشيخ المربي اللي انا امشي معاه؟ ادي اول سؤال. ماشي، ايه تاني؟ قول لي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، صفات الشيخ المربي، خلينا نبتدي من نقطة أولانية اللي هو إيه هو التصوف اللي أنا طالب من الشيخ إن هو يعلمهولي. ماشي، التصوف عمل بالشريعة لا غير، عمل بالشريعة لا غير. اللي قايل ده مين؟ اللي قايل ده الإمام الشعراني، سيدي عبد الوهاب الشعراني، في قواعد التصوف، في أوائل كتاب قواعد التصوف، قال إن التصوف عمل بالشريعة لا غير. ماشي، بما يعني إنه الشيخ دوره إنه يعلمني كيف أعمل بها، فيبقى مطلوب منه ومني إن أنا أبقى إيه، عارف بالشرائع المطلوب مني أعملها، فأبقى عارف بالصلاة بالصوم بالزكاة، هو كمان يبقى عالم بيها. فده أول شرط، إنه يبقى الشيخ متشرع، تمام، مستقيم، ظاهره الاستقامة على الشريعة، عالم بيها، مش لازم يبقى مفتي، انما يبقى يعني يبقى عنده علم كافي بالشريعه وبالسنه، بالكتاب والسنه. امال هو هيعلمني العمل بايه اذا كان هو جاهل بيها؟ فالذي الغير متشرع اللي ظاهره في مخالفات شرعيه ده ما ينفعش يبقى شيخ، واللي ظاهره غير متشرع او عاوز يحط التصوف في مقابل الشريعة ده برضك مش هيبقى شيخ. يعني في ناس بتيجي عاوزة تعمل الحقيقة خط موازي للشريعة، لا، الحقيقة ما هي إلا ثمرة الشريعة. الحقيقة يعني احنا كلهم ماشيين مع بعض في خط واحد، الطريقة والشريعة والحقيقة. الطريقة هي طريقة العمل بالشريعة لتثمر عندي الحقائق الإلهية من الطمأنينة والسكينة والأنس والمقامات العالية والأحوال السنية التي تورثها العمل بالشريعة. فإذا هم كلهم الثلاثة مع بعض في خط واحد، أول ما يجي ولا تعارض ولا تناقض ولا توازي، ولا الطريقة بديلة للشريعة ولا الحقيقة بديلة للشريعة، انما زي ما قلت لك اهو، الشريعه هي الغرض، العمل بها هو حقيقه التصوف، الطريقه الصوفيه هي عمل بالشريعه، كيف نعمل بالشريعه ونتمرن على ذلك. ولان في حاجات بتبقى فيها بقى اهواء نفس وشهواتها، يعني من العمل بالشريعه ترك الغيبه، هتركها ازاي؟ من العمل بالشريعه الرضا بالقضاء والقدر مع وجود رغبات للنفس واعتراض وسخط على قدر الله، فهعمل كده ازاي؟ الشريعه مش صلاه وصوم وعبادات وبس، يعني نقصد هنا الشريعه كل احكام الشريعه في اعمالها الظاهره والباطنه. فكيفيه العمل بده هو ده اللي محتاج ان حد ياخد بايدي. واخد بالك كيفيه تصحيح التوبه اللي هو اول مقام، كيفية التعامل، كل ده محتاجه الواحد وهو ماشي، لأن أحيانا بتبقى في حاجات معوقات، أول معوق النفس ووسوسة الشيطان. يعني أول ما يبتدي المريد يذكر يدخل في الطريق، بيجيله حال بنسميه حال التذكر، تذكر الذنوب الماضية. ده أول حاجة كده، أول ما يبتدي يذكر ويحس بحلاوة الذكر كده وقلبه يشتغل بالذكر، فيجي له حالة تذكر الذنوب. تذكر الذنوب دون إذا ما جالوش يبقى لسه ما اشتغلش بالذكر، فده أول حاجة. فأنا الشيخ يبقى عارف، فأنا هو دي تاني حاجة بقى، دي تاني حاجة في 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 صفات الشيخ. يبقى أول صفة إنه يكون متشرع، وانه يكون عالم بالاحكام اللي احنا محتاجينها في الشريعه واحنا ماشيين في الطريق. تاني حاجه بقى انه يكون عارف، يعني مشي قبل كده في الطريق، فعارف
المعوقات اللي بتيجي، عارف المشاكل، عدى في السكة دي قبل كده. ولهذا أنا في تقديري، وده له كلام موجود متناسب في الكتب بس مش هتلاقيه واضح، إن الطريق الصوفي ترتيب صناعي، وأن هناك فرق بين التصوف كنظريات وبين الطريق الصوفي كعمل. ترتيب صناعي بمعنى إيه؟ النحو. أنت حضرتك خريج إيه؟ تمام، حلو قوي، يعني الحمد لله جامعي حضرتك، جامعي. طيب النحو، ايه الفرق ما بين النحو وصناعه النحو العربي؟ النحو موجود في الكتب اللي كنا بندرسه في ثانويه، والكتاب الكبير بتاع النحو، انما صناعه النحو حاجه تانية. صناعه النحو عاوز يعلمني الاعراب، وفين المبتدا وفين الخبر، وازاي استخرج اركان الجمله، وازاي اعربهم، وهكذا. ده حاجه عمليه تدريبيه. طب انا في صناعه الاعراب بشتغل بقواعد علم تانية غير علم النحو اللي احنا درسناه نظري؟ لا، هي بس الصناعه امر فني، امر فيه تدريب للمهارات، تدريب للملكات، في خطوات بنرتبها 1 2 3 4. ولهذا تلاقي بعض العلماء قديما عملوا ايه، فن الاعراب، وابتدوا يدربوا الطلبه لما لقوا ان الناس بتقرا النحو وما هياش عارفه تعرف نحو، فابتدوا يعملوا لهم كتب في فن الاعراب، يعربوا لهم، يدربوهم ازاي يعربوا. او الطريق الصوفي كده بالظبط، ترتيب صناعي، يعني خطوات 1 2 3 4 امشيها ازاي، امشي بقى بالنظريات والمعارف وعلم التصوف ده همشي بيه ازاي، ده قصه تانية بقى. ماشي. فانا لما فيبقى تاني حاجه، تاني يبقى اول شرط في الشيخ اللي هو شرط، اول شرط في الشيخ اللي هو شرط ايه؟ 1 معرفة الشريعة، 2 معرفته أو خبرته بقى، خبرته، معرفته وخبرته بالطريق نفسه، وترتيبه الصناعي. بمعنى أنا هيجي لي المريض، هديله الذكر وأقول له كل ما يجي لك حال لابد إنك تعرضه عليه، وقاعد انا منتظر بقى انه يبتدي يتذكر الذنوب والدنيا تقلب هي عليها واطيها عليه. لو ما عملش كده ما اشتغلش، يبقى الذكر ما اشتغلش وياه. ابتدي انا ادور، اقول له يا ابني ايه الاخبار؟ قال ايه بارد كده وما جالوش؟ لانه لما بتهجم المعاصي والذنوب السابقه على الانسان بتخليه زي ما بنقول بالبلدي كده لا على الحامي ولا على البارد. لازم تهجم عليه. انا قاعد مستنيها تهجم عليه، انا كشيخ قاعد مستنيها تهجم عليه. لو ما هجمتش عليه يبقى هو ما ذكرش، يبقى اما ما ذكرش او اخل باداب الذكر اللي تخليه ما تديلوش الايه الحل ده في الاول، واخد بالك؟ اول ما يذكر صح يجي له حال اسمه تذكر الذنوب. تذكر الذنوب لو معهوش شيخ ممكن يقلب معاه يأس من رحمة ربنا وإحباط. ليه؟ الذنوب بقى أما يبتدي القلب ينور، يبتدي يكتشف إنه كان عايش في ظلمة وعايش في ذنوب، وذنوب متوالية وغفلة متوالية، طب أنا ربنا هيغفر لي؟ يبتدي الشيطان يلعب معاه. تمام؟ يبتدي الشيطان يلعب معاه. دور الشيخ هنا بقى إنه يوجهه للسكة الصح. لو ماشي في السكة الصح يبقى هيجي له حال تذكر الذنوب، يجي له بعد كده حال بيسموه حال الانتباه واليقظة، أهو ترتيب صناعة أهو، يبتدي ينتبه من غفلته ويتيقظ. فلما ينتبه ولما يتذكر فينتبه فيتيقظ يتوب توبة صحيحة، والتوبة هي أول المقامات. التوبة أول قدم، أول مقامات في الطريق، بس عشان يصححها لابد تجيله أحوال قبليها. حال تذكر الذنوب يغيث حال الانتباه واليقظة، حال الانتباه واليقظة يغيث حال الندم لأنه كان في غفلة عن الله، حال الندم ده يغيث حال الإصرار على المعصية، فلو عنده معصية مصر عليها تنحل عقدة الإصرار من قلبه ويصير مكسوف من نفسه. كل دي مقدمات لإيه؟ لانه يصحح مقام التوبه. ما جاش يبقى احنا بنلعب، يبقى انا عندي حاجه غلط. ما جاتش الاحوال دي يبقى انا مش شغال صح، ترتيبي
ترتيب لازم يمر بيها ويبقى انا فاهم، انا كشيخ فاهم وقاعد منتظر، ولازم نقول للناس اعرضوا يا جماعه احوالكم. ما انت لو ما جالكش يبقى انت مش شغال صح، لا اما ما بتذكرش، لا اما بتذكر مع الاخلال باداب الذكر، لا اما بتذكر وانت في حال غفله واخد بالك، لما قاعد عمال ماسك السبحه وبتعد على الفاضي والقلب مشغول ولاهي، ما خلاص ما القلب ما اتحركش. واخد بالك انت وانت بتذكر القلب بيتحرك معاك والنفس بتتحرك والشيطان بتتحرك واحنا عارفين كده. هو انت لما هتذكر الشيطان هينبسط؟ ما هيشتغل عليك. طب ما احنا عارفين ومستعدين وقاعدين منتظر تيجي تقول لي ده الشيطان قال لي كذا، ده عمل معايا كذا، ده لعب معايا كذا. طب وانت لما تذكر النفس النفس هتسكت؟ لا النفس مش هتسكت. فاحنا داخلين في صراع القلب من جهه وجنود الرحمن معه، ومن ناحيه ثانيه النفس والشيطان، فقاعدين منتظرين واخد بالك. فالترتيب الصناعي ده لازم الشيخ يكون عارفه ولازم يكون فاهمه ولازم يكون عارف هيعدي بمريده او بتلميذه منه ازاي. فاول ما يجيله حال التذكر الذنوب ويبتدي يجيله خاطر بقى نفس الشيطان تلعب معاه او الشيطان يلعب معاه فييأسه من رحمه الله، يجي الشيخ يقول له استنى، انه لا يأس من رحمه الله القوم الايه؟ الكافرون. لا استنى، ده احنا عندنا حسن ظن بالله، استنى ده كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين، وهكذا. واخد بالك؟ فهو دور الشيخ هنا كده انه يقول له لا ده خاطر ده شيطان. تذكر الذنوب حال كويس، بس توجيهه او صمرته الصح انه يورثني الايه؟ الانتباه والتيقظ من الحاله اللي انا فيها. يورثني بعد كده الندم، حل عقده الاصرار من القلب، اصحح بمقام التوبه. اذا لم تصح مقام التوبه لا يصح الطريق من اصله. صحه نجح النهايات مرهون او مرتهن بصحه البدايات. لو ما ابتديناش صح يبقى ما اشتغلناش صح. واخد بالك؟ تيجي مثلا واحده من بناتنا اللي كانت معانا جايه تقول لي بتعرض عليا احوالها على طول، فقالت لي انا حاسه ان ربنا لابسني. قلت لها استنى وقفي، انت كده داخله وبيجي، بنبقى عارفين انه احيانا المريد مع الاستغراق وفي شده الشهود والحضور يجي له احيانا حال يتوهم فيه الحلول والاتحاد. فانا دوري اقول لها لا استنى اسفي، انت هنا غلط. ما انت في حاله شده الشهود وشده الحضور، انما مفيش حاجه اسمها ربنا حاللني ولا ربنا متحد بيا. حتى مع حديث كنت سمعوه الذي يسمع بي وبصره، ده كنايه مش على وجه الحقيقه والا افضل الى التكسير. كنت سمعوه الذي يسمع بي، اي صار الانسان لا يسمع الا ما اجاز الله له ان يسمعه، ولا يبصر الا ما اجاز الله له ان يبصره، فيسمع بالشرع ويبصر بالشرع. ماشي. وكنت يده التي يبطش بها فلا يمد يده الا بالشرع. ببقى انزل انا شرع كله، خطوه الرجل في الشرع وماده الايد في الشرع ولمحه البصر بالشرع، ماشي، وطرفه العين بالشرع والقاء السمع بالشرع. ادي معنى الحديث. كنت سمعه يعني كان شرعي هو سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا خيرا، وكنت بصره الذي يبصر به فلا يبصر إلا ما أبحت له النظر إليه. وقص على هذا بقية الجوارح وحباك. فيبقى أجي هنا، ها أجي هنا عندي، أجي هنا عندي مواطن زلل إنه من شدة الشهود. في حد تاني يجي يجي حال له، وده كتير لما يقع في الموديل لما يبتدي يشتغل شويه ويحصل، انه يبقى في حاله انس ولذه بالذكر. في حاله انس ولذه بالذكر دي، هو ده ما بيذكرش الا نفسه، ده ذاكر نفسه. فاول ما تقول له يا ابني لا تلتفت للانس ولا اللذه اللي انت فيها، يحس انه بعد وانه بقى في قطيعه. بتحصل مع الكل، بتحصل مع الكل، بتحصل مع هو هنا كده، هو مش قريب من ربنا، ده قريب من نفسه.
ده بيذكر نفسه. ولهذا ما نقول له لا تلتفت للأنس والذكر ده، يقول لك انا حاسس ان انا بقيت بعيد وفي قطيعه من نفسك. خد بالك، هو كان قريب من ربنا؟ لا، ده كان قريب من نفسه، من لذاته ومن شهوتها ومن انسها وطلبها بالذكر. شوف سيدنا النبي يقول لك ايه، تعس عبده القطيفه تعس عبده الدينار. اي حاجه تطلبها غير ربنا هتبقى عبد ليها. فاللي طالب انس، طب ايه في ده ربنا ما ادالكش انس، مش هذكره، ما يستحقش الذكر. يبقى انا كده بذكر لحظ نفسي، لما اكون بذكر عشان حاله الانس ليه، عشان اعمل دماغ. في ناس بتذكر عشان تعمل دماغ، يا جماعه ده كده صححوا توحيدكم. ده في ناس بتقعد في مجالس السماع علشان تحس بالطرب وتحس بالسماع والاناشيد والمدائح، غرقانه في شهوه نفسها. ده مش سماع الهي، ده سماع طبعي بالطبع وليس بالشر. وقاعده غرقانه في ملذها وهواها، زي ما يكون سامع لمطربه مش منتبه للمعاني مثلا او كده، وحاسس بلذه. فده اللي بنسميه سماع بالطبع مش سماع بالشرع. المفروض الشيخ يجي ويصححه. شتان ما بين السماع بالطبع وبين السماع بالشرع وبين السماع الالهي والسماع الشهواني، واخد بالك؟ فالسماع ايه بقى؟ فالسماع بقى ايه اللي اوصك؟ السماع اما ان يورث شوقا او يورث ذوقا، السماع الالهي. اما ان يورث شوقا الى الله ورسوله او يورث ذوقا في المعاني. فاذا اورث لذة او اورث شهوة او استمتاعا او طربا، كل ده يبقى ده سماع بالطبع. زي ما تكون بتسمع مغنية بقى كده، تسمع بطبعك، وطبعك انت وحظك فيه بقى، طبع شيطاني طبع نفساني وهكذا. المهم، فالمفروض يبقى الشيخ في كل ده ماشي معايا بقى، ويكون اصلا هو عدى من ده وفاهم الدنيا ماشية ازاي، واخد بالك؟ فيبقى اول شرط انه يكون عالم بالشرع، تاني شرط انه يكون، خلينا نفصل ما بين الاثنين، تاني شرط انه يكون هو في نفسه متشرع وعامل بالشرع. نمرة ثلاثة، خليها بقى ايه على ثلاثة، انه يكون عنده خبرة بالترتيب الصناعي للطريق. وده في الحقيقة الترتيب الصناعي بقى ده هيفرق من منهج لمنهج، او من طريقة لطريقة، او من نشر لنشر، واخد بالك؟ يعني جمهور الطرق، التوبة هي المقام الأول. جمهور الطرق على انه التخلية قبل التحلية، والتصفية قبل التزكية، او التزكية قبل التصفية. زكي النفس الاول وبعدين اصفيها. وفي طرق تانية شغالة بمنهج اخر وبفلسفة طريق اخرى، واخد بالك؟ فيبقى لازم الشيخ يبقى عارف يعني منهج الطريق بتاعه ومتشربه، ان كان خلوتي، ان كان شاذلي، ان كان احمدي، ان كان نقشبندي، ان كان قادري، ان كان رفاعي، وهكذا. يبقى متشرب المنهج اللي هو شغال بيه، وعارف الاوراد والاذكار اللي احنا شغالين بيها اثرها ايه القلبيه. فالأوراد بتختلف في تجلياتها وأثرها القلبية على المريد، فبقى أنا ذاكر بيها وعارف دي هتعمل مع المريد إيه، لأن في أوراد جمالية اللي هي الأذكار والأوراد، في أذكار جمالية تورث جمالا، وفي تورث تجليات الجمال أسماء الجمال، في أوراد تورث تجليات الجلال، في أوراد بتورث تجليات الكمال، في اوراد بتورث الاثنين مع بعض، واخد بالك؟ طيب انا شغال بايه بقى؟ الاحزاب اللي معايا والاوراد اللي بديها للمريد دي جلاليه ولا جماليه ولا كماليه ولا جامعه، علشان ابقى عارف انا المريد انا هو ماشي معايا. طب لو انا شغال معاه المريد غالب عليه القبض، ما ينفعش اشغله في ساعه القبض اللي هو فيه او في حاله القبض اللي هو فيه،
ما ينفعش اشغله بحزب او بورد او بذكر اسم الاسماء الله الحسنى من الاسماء الجلاليه. طب هو يا عم الشيخ ما هو في حاله قبض، لما اديله اسم جلالي هموته صحيح يعني. هو اصلا مقبوض، اديله اسم جلالي تزداد عليه تجليات الهيبه وتجليات الجلال ويصير قبض فوق القبض. طب انا ممكن يبقى يموت مني او يضرب او يصاب بحاله احباط او ياس، زي ما نقول الشيخ لازم يكون صنايع. ولهذا بقول لك ايه، ده مو صناعيه فنيه. طب واحد غالب عليه البسط او في حاله بسط، واخد بالك، ما ينفعش اروح مديله بقى في 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 يوميها يذكر باسماء جماليه هو في حاله بسط والبسط ما زالت اقدام، يطلع بقى هايم بقى في الجمال والدلال، ها، ويقوم ايه مبسوط. واحد راح يتجوز، مريد عنده راح يتجوز، ما ينفعش اديله اسماء جمال عشان يعرف يتجوز مع الطروش في جوازه، لما اديله بقى اسماء جلاليه ويحصل له قبض وهو رايح يتجوز يدخل على مراته. يعني حتى لازم اراعي السياقات الاجتماعيه وانا شغال مع مريدي. هو طب يا ابني تتجوز يلا بالسلامه، خليك شغال بالاسم الفلاني لغايه ما تبقى ترجع بعد شهر ولا حاجه تبقى تعال. وهم اديله اسماء جمال تخليه يبقى في حاله ايه؟ يبقى في حاله بسط وجمال، يبقى هو داخل في مرحلته الجديده في الجواز، ما يجيلوش حاله قبض مع مراته ويبقى مقبوض، لان الذكر له اثار على القلب وله اثار على القالب الجسم يعني. فيبقى انا لازم اراعي مع المريد، بقول لك الشيخ لازم يكون صنايعي فاهم بيعمل ايه، مش دب ذكر وبس ومش دب ورد وبس وبدون تمييز. ولهذا الشيخ المربي ما ينفعش الملايين الالاف والالوف دي هيربي ازاي وهو طب هيدب بقى ورد عام لكل الناس، كله شغال بكل حاجه وبلا تمييز. المربي ده المفروض يمشي معاه 10 15 20 بالكتير، والباقي بقى محبين. ماشي، التربيه بالنظر موجوده، وده منهج سيد احمد البدوي، موجوده التربيه بالنظر، ولكن خلينا بس نشتغل في الشروط العامه وبعدين نبتدي ندور بقى على الشروط الخاصه بقى. فده كده ده تالت حاجه مهمه في الشيخ المربي. فدلوقتي دول كده في اعتقادي. الشرط الثالث بقى في الشيخ، احنا قلنا ثلاث شروط دلوقتي، معرفه الشريعه وعمله بالشريعه انه يكون عامل بيها ومستقيم الظاهر. ثالث شرط خبرته بالترتيب الصحيح. رابع شرط بقى وده مهم جدا، صحه اتصاله يكون سنده متصل بشيخه، واخد بالك، ويكون شيخه أذنه بانه هو يعطي الطريق عنه، اللي هو صحه اتصال السلسله. ليه بقى؟ لانه ده اللي سمعناه من مشايخنا واللي شفناه، الشغل كله في الازمنه المتاخره على السلسله، بمعنى انه حتى لو الخليفه المباشر ليك ممكن يبقى الشيخ بعيد، الشيخ الكبير اللي هو المتصدر للطريق، ما مش طايل اتعامل معاه مباشره. وفي العاده بيبقى فيه خلفاء وخلفاء الخلفاء ونواب هنا وهنا. فطيب اعمل ايه؟ بنقول له الشغل على السلسله. والسلسله خاصه السلاسل الكبرى دي سلاسل يعني بنسميها سلسله كامله، بمعنى ان الشروط متحققه فيها. يعني لما نقول مثلا سيد ابو الحسن الشاذلي، طب ما سيد ابو الحسن الشاذلي متحققه فيه انه مربي كامل. ابن سيد ابو العباس خليفته الاول. سيد ابن عطاء السكندري اذا كان السلسله بتاعتك ماشيه منه، او من طريق مثلا مكين الدين الاسمر، او من طريق سيدي ياقوت العرش على تعدد سلاسل الشاذليه من اللي واخد عن سيد ابو العباس، واخد بالك، وهكذا. طريق السلسله الاحمديه سلسله كامله، بمعنى انه الشيخ الكامل هنا والكمال لوحده. الشيخ كان معنى ايه؟ انه وارث محمدي،
يبقى انا المفروض المفترض في الشيخ ان يكون شيخا كاملا. شيخا كاملا دي معناها ايه؟ عشان بعض الوهابيه يقول لك ده الكمال لله وحده. يا سيدي احنا بنتكلم في الكمال البشري، ومقصودهم بالشيخ الكامل ان يكون وارثا محمديا كاملا، بمعنى انه يقوم بالعمل بشريعه سيدنا رسول الله وبسنته عملا كاملا، ويبقى على حال سيدنا النبي ظاهرا وباطنا ان استطاع كمان. ماشي ورا سيدنا النبي يعني الخطوه على الخطوه والرجل على الرجل واليد على اليد، تمام. ادي ده هو ده الشيخ الكامل. طيب اذا لم يتحقق بقى في الشيخ المباشر بتاعي، فهو متحقق في السلسله. سيد احمد البدوي وارث كامل، سيد عبد القادر الجيلاني وارث كامل، سيد ابو الحسن الشاذلي وارث كامل، سيد بهاء الدين شاه نقشبند وارث كامل، سيد ابو مدين الغوث وارث كامل. كبار اولياء الامه دول متحقق فيهم الـ 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 الكمال، كمال الاتباع وكمال الاقتداء لسيدنا رسول الله. ده اللي بنقصد به الشيخ الكامل. يعني ايه كامل؟ يعني كامل الاتباع لسيدنا رسول الله وكامل الاقتداء بهديه. لان التصوف ما هو الا شيء، والكلام ده على فكره مش استنتاجي انا ولا تصوراتي انا، ده الكلام اللي موجود في الكتب. ده انا بقول لك بس خلاصته، انما في الحقيقه ده الكلام اللي موجود في الكتب. يعني ده مش اختراعات بتاعتي، مش استنتاجات مني، او مش تصورات انا بحطها او نظريه انا بحطها، لا، ده هو كلامهم كده، هم بيقولوا كده. ده الكلام اللي موجود في قواعد التصوف لسيدي زرغوف، في قواعد التصوف للشيخ سيدي عباب الشعراني، في قواعد التصوف لابو المواهب التونسي، موجود في كتب ابن عطاء السكندري، موجود في رشاحات عين الحياه اللي هو المصدر الاساسي للنقشبنديه، وهكذا. هتلاقي موجود في كل الكتب، يعني كتب التصوف الكبيره كلها القديمه، الامهات اللي هي قبل ظهور الطرق، زي اللمع للسراج الطوسي، زي الرساله للقشيري، كتب الغزالي، وهكذا، كشف المحجوب للهجويري، قتل القلوب لابي طالب المكي، عوارف المعارف للصهراوي، ونحو ذلك. الامهات ايه؟ الامهات كتب الايه؟ التصوف. الكلام ده موجود مبسوط فيهم كلهم ومحل اتفاق ما بينهم. فاحنا ما بنخترعش حاجه. الجديد اللي بقول لك عليه بقى، هقول لك ان ده جديد، اللي هو كلام المتاخرين في ان الشغل على السلسله. كلام المتقدمين اللي هتلاقيه في الكتب، كلام المتقدمين اللي هتلاقيه في الكتب انه لابد من شيخ كامل مربي وصحبة الشيخ. الصحبة موجودة. اللي بقى الجديد، لأنه كل زمن له أحواله وله أحوال ناسه. الجديد إن هم نقلوا التربية مع قصور حال المشتغلين بالطريق، بقى الشغل على السلسلة بالروحانية، والسلسلة هي اللي بترقي عشان ما نعطلش الطريق. الناس طب دلوقتي مصر لوحدها 100 مليون، طب كان زمان المصريين مش ما كانوش كده، واخد بالك؟ النهارده الطريق لوحده يعمل بلد بحالها على زمان. يعني الطريق الشاذلي لوحده دول ملايين الملايين، هتجيب لهم مشايخ كاملين منين؟ الاتصال، فيبقى هنا اتصال بالسلسله الروحانيه. حلو السؤال ده، ازاي اتصل بالسلسله الروحانيه؟ اولا ان يكون شيخي ده متصل صح مش مدعي. يعني يكون بالفعل شيخه اذنه بهذا. حلو، فيبقى انا كده واخد قبضه صحيحه ومتصل. وكيف اتصل بالسلسله؟ ان دائم التوجه لها ودائم الادب معاها. أرى الفواتح ليها الصبح أول ما أصحى من نوم الفاتحة لمشايخنا ورجال السلسلة العالية، وتقوم قاري لهم الفاتحة أول ما تجلس مجلس الذكر. ولهذا يقول لك في فواتح، يعني الطرق أغلبها فيها فواتح. الفاتحة دي اللي بتعمل ارتباط قلبي على السلسلة، وابتدي أنا في توجه على طول وارتباط بالسلسلة، فالسلسلة تتحرك معايا في كل حاجة. ولهذا الإمام سيدي عباب الشعراني ناصص على ان الرابطه موجوده في كل الطرق، رابطه الشيخ موجوده في كل الطرق.
ان انا ارابط بقلبي على شيخي، وشيخي متصل السلسله الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده امر ذوقي بقى. هنا بيدخل امر ذوقي. من ناحيه الشرع ربنا امرنا ان نكون مع الصادقين. ممكن هنقول ايه الرابطه دي وانت ايه الدليل عليها؟ الدليل عليها ان ربنا امرنا يا اذن من تقلوا كله ايه مع الصادقين، فامرنا ان نكون معهم. والمعيه اما معيه حسيه اللي هي الصحبه، واما معيه معنويه اللي هي الشهود والحضور معاهم على طول، اللي هي رابطه في الشيخ والمعيه مع ربنا ان الله معنا. ما هي دي معيه معنويه، بمعنى الشهود والحضور مع الله سبحانه وتعالى في كل نفس وفي كل طرف. المعية المعنوية، حد ممكن ينكر المعية المعنوية يقول له هتنكرها ازاي؟ انما لما تيجي تقول طيب هو معكم اينما كنتم، معكم ايه؟ حسا. المعية هنا حسا هيبقى والله تعالى يتعالى عن الزمان والمكان، ولا يحصوه زمان يحصوه، معية معنوية، فلابد ان نكتب المعية المعنوية. طب مع الصادقين ده، كونوا مع الصادقين. طيب ادينا مع الصادقين، هكون معاهم ازاي؟ طب الصادق اللي مات وانتقل، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قول اهل الصدق التام، هبقى معاهم ازاي؟ طب هو الامر ده مش امر الهي مستمر الى يوم القيامه؟ اتحقق به ازاي؟ بالمعيه الايه؟ بالمعيه المعنويه اللي هي الرابطه. فأفضل في قلبي مستحضر أنه رابط على شيخي، والشيخ والسلسلة ما هي إلا سلم للترقي إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فيبقى أنا على طول متصل بالسلسلة، والكمالات الكمالات بقى والمدد وكل ما يسري إلى الإنسان إنما يسري ببركة السلسلة. وده بنلخصه في كلمتين، الشغل كله على السلسلة. الشغل كله على السلسلة. تمام؟ راح كده؟ تمام يا أستاذنا؟ طيب تعالى بقى. سامعني؟ تعالى بقى ننتقل لإيه؟ في بقى مشايخ دي بتبقى لهم بقى صفات خاصة بيهم. عندنا مثلا في شيخ يبقى عنده كشف، وفي شيخ يبقى عنده خبره، لا يشترط في الشيخ الكشف. وبعدين الكشف اصلا في كشف صناعي وفي كشف رحمن. الكشف والكشف بيبقى اداه من ادوات التربيه. انما هل يشترط انه يكون في الشيخ؟ دي بقى مراتب ومميزات موجوده في المشايخ. واخد بالك؟ واحوالهم في هذا متنوعه. في شيخ يشوف المريد وما يحجوش يكشف بذلك معه، وفي شيخ ما عندوش كشف، ده ما يطعنش في انه شيخ لو هو طمن انه شيخ كامل تحقق فيه العلم بالشريعه والعمل بيها والخبره بالطريق واتصال السلسله، ما يشترطش انه يكون عنده كشف. المريدين احيانا يضطروا يبقى عاوزين ايه؟ عاملين زي ايه؟ زي بني اسرائيل مع سيدنا موسى. أرنا الله جهرا. انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. وهكذا. فتبقى بيطلبوا ايه؟ بيطلبوا أرنا الملائكة، يطلبوا منه كرامة. ففي مشايخ وفي مشايخ تبقى ايه؟ اللي هو مشايخ الدجل والنصب، يبقى عاوز يعمل كرامات وخوارق عادات، اللي هو كده بقى شيخ. ده الصورة الأخرى، لانه الناس فاكره ان الشيخ بالمخاريق وبالدعوه الايه؟ وبالدعوه الواسعه. فيبتدي يعمل كشف صناعي ويكلمه على الكشف. لا، الكشف الرحماني ما لا تدري من علامته، انك ما تعرفش انت قلت كده ليه. فلما تقوله حاجه كده تلاقي نفسك بتقول حاجه كده جت على لسانك ورحت قايلها، الشيخ يوم قايلها فتصيبه الحقيقه في واحد من اللي قاعدين، ممكن يكون هو مش عارفه اصلا ولا عارف هو ليه قال كده. واخد بالك؟ ودي شفناها في مشايخنا كتير. ايه مش عارف؟ يقول مولانا
ده اللي انت بتحكي ده حصل، يقول الحمد لله وبس. في بقى مشايخ يطلبوا كشف صناعي، كشف الصناعي ده بيحصل بالذكر بعض الاسماء. كنت من حوالي 30 سنه بتكلم مع مولانا سيدنا الامام علي جمعه على الحكايه دي، وكان كلام كنت جايب كلام لسيدي عبد العزيز الدباغ في الابريز، نتكلم فبيشرح لي حته كل واحد لسه عهده جديد بالامور دي، الكشف الصناعي ازاي وكشف الرحمن ازاي والكلام ده. ومولانا الشيخ علي من اصحاب الكشوف الصادق الرحمنيه الصادقه، فقال لي طب انا هلقنك ذكر باسم ما معين من اسماء الله تعالى الحسنى، يعمل لك كشف صناعي لما تشتغل بيه بالطريقه الفلانيه وتسلطه بالطريقه الفلانيه على شخص ما، تعرف هو بيقول ايه وبيعمل ايه، فهلقنهولك وانهاك عن العمل بيه. فلقنهولي الشيخ، عاوز يلقنك حاجه حاضر، وانهاك بعد ما لقنهولي قال لي وانهاك عن العمل بيه. قلت له حاضر برضه، والى يومنا هذا عمري ما اشتغلت بيه. فجيت بعدها كده بفتره قصيره بكام يوم كده بيقول لي انت عملت ايه بالاسم اللي انا قلت لك عليه؟ قلت له الاسم كذا وش عمله بالطريقه الفلانيه، عملت بيه؟ قلت له ولا حاجه، ما انت حضرتك لقنتهولي وقلت لي ما تعملش بيه فما عملتش بيه، بس انا عاوز اسال حضرتك سؤال، ايه الفايده طيب؟ مش عاوز تشتغل بيه طيب ليه؟ قال لي بل هي فتنه لكم ومتاع الى حين، عشان تصحح نيتك وتشوف انت عاوز، اشوف انت طالب الطريق لايه؟ طالب الطريق عشان نبقى انصاف الهه على وجه الارض، ولا علشان ايه؟ والى يومنا هذا لم اعمل به قط هذا الاسم. انا عارفه وعارف عدده وعارف شروطه، ما استجريتش ان انا اعمل واعمل بايه؟ ده يحكوا كثيرا ان هم يهربوا من ده، يهربوا من الكشف، وانا خلي الناس على ستر ربنا اللي ربنا ساترهم بيه، ولا يسع عقول البشر انك تكشف بحقائقه، ولا يسع عقول البشر انك تكشف بحقائقه ويستغفروا ربنا منه. مره كنت داخل اجتماع في ناس من ذوي الهيئات واهل العلم وحاجه حلوه خالص يعني، فانا داخل كشفت بان كل اللي قاعدين قرده وخنازير، الى درجه عرفت على طول ده كشف شيطان، الى درجه انا كنت هستفرغ لمؤاخذه هتقايق من شده من وحشه هذا الكشف وظلمته، واخد بالك؟ فعلى طول استغفرت ربنا، عرفت انه كشف شيطان، حتى ولو كان دي حقائقهم في بواطنهم وفي بطن الامر وهم كده ها مصاخين بهذه الصور البشعه اللي شفتهم فيها، الا ان المكشفه بيها مش كشف رحمن. هم في ظهر الامر من ذوي الهيئات وليهم كلمه، وبعض اللي كانوا موجودين من اهل العلم وبعضهم من اهل التصوف، خلاص وعلى ستر ربنا عشان اقامه اسباب الدنيا، انا مالي من حقائق ما بينهم في باطنهم. فاستغفرت ربنا على طول واستغفرت من الكشف ده، وطلبت ان ربنا يحجب عني هذا الكشف، على طول عرفت انه كشف شيطان على طول، واخد بالك؟ ما ولا اتعاملت معاهم بناء عليه بقى، ما انا اتعاملت معاهم عليه بقى الدنيا خربت. فبيحصل في الطب، ولابد ان يبقى عاجبك ميزان الشرع اللي بيه بتعمل، هو هيترتب عليه سوء، انا لو اتعاملت معاهم بيه على هذا الكشف هترتب عليه سوء ظن، وهترتب عليه صراعات، وهترتب عليه صدمات ومشاكل، ومش هنخلص بقى. وسيدنا النبي يقول انما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. انا ماليش دخل بسريرته هو ما بينه وبين ربنا ايه. بس ولهذا بيفروا منه مش بيطلبوه. احنا بنفر من هذا ما نطلبوش. انما احيانا وبيبقى ده بس لغرض التربيه والسلوك، احيانا بيحصل كشف للمشايخ بغرض ايه؟ توجيه السالك للطريق اللي هي الصحيح. واخد بالك؟ وفي مشايخ شغاله، يعني شغال الكشف معاهم او خلاص طالما شغاله بيستعملوا صح ماشي، اذا عامل زي الكرامات، في مشايخ مالهم كرامات، في مشايخ لهم كرامات ظاهره، في مشايخ مالهمش كرامات،
في مشايخ عنده القوامات المعنوية، نصنا على سيدي محي الدين ابن عربي الشيخ الأكبر نصص على أنه قوامات الرجال هي القوامات المعنوية وليست القوامات الحسية، وأن القوامات الحسية اللي هي خوارق العادات الحسية دي لعب الأطفال، لعب الأطفال، وأنهم كانوا يستحيون منها كما تستحي العذراء من حيضها، ده نصين عليها كده. القوامات المعنوية اللي هي خرق عوائد النفوس والتحقق بمقامات الرجال، الصبر، الصبر على ما تكره دي كرامة كبيرة قوي، الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره، ده كلام سيدي محي الدين ابن عربي واضح في الكلام ده، انه المقامات الحق انه الكرامة الحقيقية هي القوامات المعنوية وليست القوامات الحسية. واخد بالك ده قال حتى حاجة عجيبة قوي من ضمن الكلام على ما اتذكر كده، قال بس ده التخلص من الحسد كرامة، والتخلص من الحقد والغيرة هي دي حاجة بسيطة خالص، مجرد انك ما تغيرش من قرينك وما تغيرش وما تحقدش عليه وما تحسدوش اذا فاقك في حاجه وتقدم عليك في حاجه، هذه كرامه، الكرامات المعنويه بالتخلص من افات النفوس والتحلي بمحاسن الاخلاق دي اكبر كرامه. ولهذا لما سئل سيدي عبد اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا بالسعود الجرحي وطلبوه بالكرامه، وكان من اصحاب الكرامات الظاهره والباطنه، فقال لهم يا أولادي الكرامة أكبر استقامة، الاستقامة أكبر كرامة، الاستقامة أكبر كرامة، تطلبوش من الشيخ أكتر من الاستقامة، دي أكبر كرامة. وهو في ذلك متفق مع كلام سيدي محي الدين ابن عربي أن الكرامات المعنوية هي الكرامات الحقيقية وهي كرامات الرجال. ماشي خلاص خلاص خلصنا كده، يبقى احنا خلينا نراجع الشروط مره رابعه عشان نقفلها، مره اخيره عشان نقفلها. اربع شروط في الشيخ: معرفه الشريعه العمل بها، ثلاثه الخبره بالطريق وترتيب الصناعي، اربعه صحه الاتصال بالسلسله. ماشي، بالنسبه للمريد عليه الالتزام باداب الطريقه وانه يكون واخد من واحد متحقق فيه الشروط الاربعه دي، ويعلم ان الشغل كله على السلسله فيرتبط بها ارتباط المعيه الايه اللي هي المعيه الايه المعنويه، ان تحققت الصحبه وتيسرت فبها ونعمت الصحبه الايه اللي هي الايه المعيه الحسيه، وان لم تتحقق الصحبه او المعيه الحسيه فيبقى لنا فيها في الرابطه او المعيه المعنويه العوض عن النوع الاولاني. ماشي كده، والسلسله كلها من تذوق هذا بيعرف ان السلسله كلها متحركه معاه في كل امر من اموره، واخد بالك، ويجي يعني يجي 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 يحاول لو هو ما بتصح على السلسله وتيجي نفسه تلعب معاه وتزين له معصيه ولا حاجه، تلاقي السلسله قفلتها عليه وقفلت عليه اسبابها، ولها اسرع لها اثار غريبه السلسله والربط عليها لها اثار غريبه لمن ذاق هذا. طيب اللي انت بقى اللي انت بتتكلم عليه بعد كده من الانتكاسات والفطور والتكاسل ده من تلوين النفس، وده طبيعي، هو النفس هتسيبك، ده بنسميه حاجه اسمها بيسموها التلوين، في تلوين يقابله التمكين، فالتلوين ده انه تبقى عامل كده شويه نشطان وشويه كسلان، شويه تغلبك نفسك وشويه انت هتغلبها. هو النظرية ايه؟ احنا شغالين بنظام الانوار تدفع الاغيار، انوار الذكر تدفع الاغيار، كل ما هو غير كل ما هو سوى الله فهو غير الله، فالانوار تدفع الاغيار، فانا عندي تدافع، الانوار في القلب لها ما يقويها، جنود الرحمن، الذكر، قراءة القرآن، العبادة، التوجه القلب لله سبحانه وتعالى، المواقبة، ماشي، كل ده يورث النور في القلب. الأغيار بقى تورث الظلمة في القلب، ولها جنود، الشيطان، النفس، الشهوات، الرغبات، أحيانا إيه الزوجة، أحيانا الابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاعذروا، يطلبوا منك حاجة فوق طاقتك، يخلوا الواحد يقع في حاجة محرمة، يوقعوا الواحد في مشكلة مع أمه ولا مع أبوه،
ها واخد بالك؟ فجد بقى، فانا عندي تدافع، عندي تدافع، احيانا الاغيار تغلب بظروفها، واحيانا الاذكار تغلب بانوارها، والمريد غير اما يكون في الاول يبقى عنده في حاله تلوين فيحصل ده. فالمفروض يبقى الشيخ يبقى فاهم ويعالجه ده يقول له زود الاذكار شويه، الزم الاذكار، ممكن يوسع له شويه حاله النفس تقشر من الواحد وتعصى عليه، تبقى عامل لبعضه، عارف الحمار اللي جقر، عارف كده المصطلح ده اللي جقر، يعني ما يقف وما يقدرش يعدي، يبقى في أداية كده، يبقى في أداية صغيره وعاوز انت تعدي بيها، تعدي بيه، فالحمار يقف ويعند. سموها ايه؟ بيسموها ايه عندكم بالمصطلح ده؟ بنسميه احنا في بحر الجقر، الحمار يجقر، يعني يعمل براسه كده ويفضل يرفع راسه وينزلها وما يقدرش يخط الأداية دي حتى لو هي صغيره، ليها مصطلح كده يسموها عندنا في الفلاحين في الريف بحر يجقر، يقول لك الحمار جقر. جيم همزه راء. المهم النفس بتعمل كده، طب انت عاوز تعدي بيها عقبه هنا تيجي تبقى معاك بقى. فاحيانا ايه نقضيها في شيء من المباحات، اكلها اكله حلوه واخد بالك، اطلع تغيض اتفسح كده يعني ايه ما بتضحك عليها يعني. انما لما تفضل في مريض يشد على نفسه خالص لما يوصل معاه انه خلاص قفلت معاه بقى مش مسيراه، جقرت معايا زي ما بالظبط كده، جقرت معايا وقفت وخلاص خلاص قفل. فهنا نبتدي نستخدم ايه بقى؟ علاج الايه؟ المباحات. متجوز فرفش مع مراتك شويه، اقعد اتفرج على فيلم كوميدي، خد العيال ولادك لو واطلعوا اتفسحوا في اي جنينه في اي نادي، اي حاجه مباحه كده تفك بيها شويه. لقيتها بتحب اكله معينه، حلويات معينه، برها باكله واخد بالك ليه؟ لان شوف سيدنا النبي علمنا الدرس، يقول لك ايه؟ ان المنبت لا ارضا قطع ولا زهرا ابقى. ما هي دي دبتي النفس دي، ما هي دي دبتي اللي انا راكب حمارتي اللي انا بعد بيها واخد بالك. المجاهده مطلوبه، الجوع والصمت اصول المجاهده الاربعه، قله المنام، قله الطعام، قله الكلام، قلة الأنام، قلة الكلام اللي هو الصمت، وقلة المنام اللي هو السهر، وقلة الطعام اللي هو الجوع، وقلة الأنام اللي هي الخلوة. دي أصول الإيه؟ أصول الطريقة، أصول المجاهدة. بس مع نفسها ما لازم إن المبسلين ده بيقول لك قفل بقى، قفل ده إيه الفترة اللي هو إن المنبت لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى، هتفطصها مش هتعرف تعدي بيها. طب هتسهر يجيلك ميلانخوليا. هم حتى نصين في الكتب يقول لك السهر اي بس السهر بما لا يفرق. ولهذا ان ايه لما الصحابه راح لسيدنا النبي وقال له ايه انا نظرت اني ايه اقوم الليل ولا انام، فقال له انت لما ما تنامش نقهت العين او ايه نقصت العين، ها العين ما تستحملش وتلاقي نفسك ما انتش قادر ويضر السهر. فقالوا لا السهر بما لا يضر بالبدن وبما لا يضيع الفرائض واخد بالك، وربنا ادانا معيار، ها قم الليل الا قليلا نصفها او انقص منه ايه او زد عليه وقت القران تمام. فكل حاجه تبقى معيار، بتبقى معيار الشرع. فالتلوين على اي حال التلوين ده موجود ومتكلمين عليه، وده ظاهره طبيعيه موجوده طبيعي لغاية ما غلبت بقى. ما هنا بفهم ان عندي تدافع، انه حتى ممكن التلوين يوصل لبعض الناس لانه حتى يبقى تقيل عليه الفوائد ويتركها بظلمة شديدة. ما انت خد بالك الشيطان بيهجم والنفس بتهجم، وهي الفكرة كلها تدافع الانوار والاغيار في القلب. فهي خد بالك ان احنا في حرب طويله، دي معارك في النص كده، هي الحرب ما هي الا مجموعه من المعارك. فانا في صراع طويل مع النفس ومع الشيطان، مره يغلبوني ومره اغلبهم،
وكل ما تزود الانوار يبقى مرتين اغلبهم ومره يغلبوني، ازود الانوار يبقى 10 10 اغلبهم ومره يغلبوني، ازود الانوار يبقى 1000 اغلبهم ومره يغلبوني، ازود الانوار كمان ها هيبقى 1000000 مره اغلبهم ومره يغلبوني كده. تبقى انت عارف والي لله سبحانه وتعالى. ولازم نقول لك ايه؟ ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. فقال حتى انت يا رسول الله؟ قال ولكن الله اعانني عليه فاسلم. فاسلم دي تقديرها العلماء قالوا حاجتين، فاسلم يعني اسلم لله، او فاسلم يعني اسلم من وسوسته. يعني قالوا الشراح قالوا فاعانني عليه فاسلم، فاسلم معناها هنا قالوا يعني اسلم ان هذا ان الشيطان اللي كان يعني مكلف بسيدنا النبي او مرهون بسيدنا النبي اسلم لله عز وجل وصار مسلما. ادي معنى. ومعنى ثاني قالوا فاسلم يعني فاسلم من وسوسته بحفظ الله تعالى له وبعصمته. فالقصه بس برضك على اي حد ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم اهو. بس النبي قال لنا الظاهره دي، ما انا هفضل طول عمره بيجري مني مجرى الدم. طب ما القصه ايه؟ الانواع تدفع الاغيار بقى، اضيق عليه المجاري اللي بيجري فيها. واخد بالك؟ وبعدين غيظه، انت خليتنا نسيب الصلاه، طب وماله؟ طب بالعند فيك هقوم اصلي وهتوب. يتحرق. طيب ها غلبتني وخليتني ما بقالي اسبوع ما عملتش الورد، طيب طز فيه هقوم وهعمله. واخد بالك؟ بس واحد فرحان اول ما ليك ترجع يموت. بس فانا عندي كل قصه كلها مدافعه بين الانوار والاغيار، بين جند الرحمن في القلب وجند الشيطان. في الاول تلوين مره ومره مره ومره، ممكن في الاول يبقى يغلبوني 10 مرات واغلبهم مره ومال قوي، بس انت جند الشيطان واشتغل بالذكر ورابط، واخد بالك، رابط بقلبك على السلسله وقالها الفواتح عشان السلسله تساعدك، وهكذا ما يجراش حاجه. هتلاقي نفسك اتحسنت، غلبوك 10 وانت غلبتهم مره ما يجراش حاجه، بعد شويه تلاقي غلبوك 10 وانت غلبتهم مرتين، غلبوك 10 غلبتهم 3 لغايه ما تتقلب الايه وتبقى الواحد يقدر يغلبهم اكتر، وهكذا لغايه ما يوصل الانسان ده الى ايه؟ الى التمكين. يطلع من التلوين ده ويوصل للتمكين. التمكين اللي هو يبقى غلبته، غلبه الانوار في قلبه على الاغيار اكتر. بس كده. ايه تاني؟ طيب كيف 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 يثمر الذكر؟ يثمر الذكر بمجموعه من الاداب مهمه لابد ان انا التزم بها. والاداب اداب الذكر في اداب قبل الذكر واداب اثناء الذكر واداب بعد الذكر، واحيل لك في تفاصيلها على كتاب قواعد التصوف لسيدي عبد الوهاب الشعراني، ولكن اقول لك يعني اجمالا بها كده. اداب ما قبل الذكر، اولا لابد اداب ما قبل الذكر لابد ان انا اكون مأذون بهذه الاذكار، يعني متلقيها بالاسناد الصحيح من شيخي، نمره واحد. نمره اثنين ان اكون متوضئ وعلى قد ما اقدر لازم كل يوم اعمل لي جلسه خاصه ولو 10 دقائق انا وربي لوحدي. ممكن تبقى ما اقدرش اقول اصبر بس عليا، ممكن تبقى الاذكار اللي معايا كتيره مش هقدر اقعد متفرغ ده معاك، ولكن لازم يعمل لك ربع ساعه، نص ساعه، 10 دقائق، 5 دقائق، تقعد تقول جزء من اذكارك دي ما بينك وما بين ربنا لوحدك في اي طرفي النهار تملك، في اسكن ما يكون الوقت، يعني في سكون وفي هدوء في هدوء وفي انقطاع عن الخلق، بحيث انك انت يبقى القلب متوجه توجه محض لله سبحانه وتعالى، واقطع عن حواسي كل ما يشغل قدر المستطاع. يعني اقفل الاوضه، اكون متوضي نمره واحد، فالوضوء في نفسه كفاره للذنوب، ويكون الذكر بعد صلاه، واخد بالك، علشان ابقى برضك في رحمه الصلاه وفي ملائكه حاضره معايا الصلاه، فابقى برضك في رحمتهم وفي حضرتهم، واكون متوجه للقبله. يعني كل دي اداب اهي، واكون قاعد على هيئه الصلاه. ليه؟ ما انتم في صلاه ما دمتم منتظرين للصلاه. حلو.
وهكون قاعد على هيئة الصلاة وقاعد مستقبل القبلة وقاعد في مكان طاهر قافل النور قافل الباب في حالة سكينة في جوف الليل أو في طرف النهار والصبح بعد الصبح، بحيث أن أجمع حواسي الظاهرة على الله سبحانه وتعالى وأقطع عنها كل ما يشغلها. أبتدي الذكر بقى بكامل التوجه، أقرأ الأول الفتحة للسلسلة لسيدنا رسول الله، لمشايخك، لوالديك، لأئمة المسلمين، للسادة الصحابة، لآل البيت، وآل البيت دول بركتهم حاجة حلوة قوي. فأقرأ الفواتح، احنا دايما بنعلم الناس يعني يقرأ الفواتح على قد ما تقدر، اقرأ فتحة واحدة واهديها للكل ماشي، اقرأ ثلاثة زي ما مشايخك معلمينك في طريقك اقرأ، واخد بالك؟ فبنقرأ فتحة لمشايخنا والسلسلة لأئمة المسلمين وعماتهم، للتابعين، للسادة الصحابة، لآل البيت أجمعين، لسائر الأنبياء والمرسلين ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعشان يحصل لك إيه مدد مترابط بقى بقلبك على شيخك وعلى السلسلة، ويبتدي الذكر بقى وأنا مجمع القلب عليه، واخد بالك؟ أغلب الأذكار بما فيها استغفار، فلابد من استحضار معاني الاستغفار والتوبة والندم على المعاصي. بعد الذكر ما اشربش، ما كلش، ما أمشي بسرعة، إنما أنتظر وارد الذكر، لكل ورد وارد. والذكر بيبقى له حرارة، تيجي تشرب مية طالما مش مريض والطبيب مش هيقولك تشرب على طول، أو الواحد أحيانا بيبقى عنده كلى او عنده املاح عنده كده، واخد بالك؟ انما في الظروف العاديه ما اشربش بعد الذكر على طول، استنى، لان الذكر بيبقى له وارد وله حراره في الحواس الباطنه، وبتنظف الذكر ده، بينظف حراره الذكر دي، بتنظف القلب من الظلمه. فانتظر بحراره الذكر حتى تبرد، وانتظر الوارد. الوارد ده بياتي بقى على حسب حال الانسان، والواردات الالهيه لا نهاية لها، يعني كثيرة ومتنوعة على حسب كل واحد. بس كلها احنا ما عندناش حاجة حسية، كله قلبي. ده اذا كانت حسية تعرف على طول انها شيطانية وللنفس. يعني المنظومة، واحد من المولودين حكى لي، قال لي أنا كنت قاعد وعلى زي ما أنا بحكي كده، وزي ما أنا طلبت منه أقعد ويقفل النور وكذا وكذا وكذا، وقال لي وفجأة لقيت حاجة منورة في عينه، وقاعد مغمض العينين ومطرق، كان جلستنا في الصلاة كده ولقيت نور. فكنت بكلمه في التوهمات والتخيلات، وخد بالك ما تخليش الشيطان يلعب بيك. قال لي لقيت نور، فزعت منه وبقيت فرحان بيه قوي، مع لما فتحت عيني لقيت نور الموبايل، لقيت نور الموبايل هو قاعد في الضلمة وقافل، واخد بالك؟ فافتكر انه نور. خد بالكم التخيلات، كل ما تراه بالقوى المخيلة او بالقوى الحسية، ها، ده كل ده مش تجليات حقيقية ولا يعول عليها، تلبيس من الشيطان، توهمات من النفس، تخيلات من العقل، وهكذا. التجليات كلها في القلب، قلبية، والطريق الصوفي عمل القلب، أعمال قلبية كلها، توحيد قلبي والشهود قلبي والحضور قلبي والرابطة قلبية. معنى لطيف في آية، معنى لطيف في حديث. حس، شوف سيدنا النبي يقول لك ايه، يعني هو حديث روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود، اثر وروي مرفوعا، يقول لك ايه، ان القلب لما تاب لما الملك يعاد بالخير وحس على الطاعه، او ما في معنى الكلام يعني، ولما الشيطان يعاد بالشر وحسن على المعصية. فوارد الخير، الوارد الرحماني، كل وارد يحسك على الطاعة، يحسك على الذكر. وارد الواردات دي قد تكون الطمأنينة، بس الطمأنينة ايه؟ ان مش ان انا بطالبها، هي هيجي، ما اقولش لا،
بس في بعض الناس يقول لك يعني انا ارفض الانس، لا ما ارفضوش، ارفض الطمانينه اللي هتجيني، لا ما ارفضهاش، ولكن ما اتعلقش بيها، واخد بالك؟ لان لازم من ارزاق ربنا تلاقي وارد جه بعد الذكر، وارد طمانينه وسكينه تخلي الانسان مهما تكون الفتن الدنيا والدنيا حواليه مقلوبه ولكنه في حاجه، طال الجبال تحسبها جامده وهي تمر ايه تحسبها وهي تمر مره ايه مره السحاب. ها ف ولا حاجه تمر عليه ولا تزلزله فتن الدنيا. فالوالدات كتيره، معاني قلبيه، تثبيت يقين عقدي في العقيده، يعني انواع واشكال واصناف. انتباه 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 للافات، انك الواحد مع الذكر ينتبه ان انا العمل ده ما كنتش مخلص فيه، لا ده انا كان ليا غرض منه من بعيد لبعيد كده من جوه. يعني الوالدات اشكال واصناف كثيره. في ايه يا اخ؟ قد ما تقدر، على قد ما تقدر، اصل احنا ما هو اصلا انا مش قادر اقول لك اقل وقت في الخلوه ايه، لان يعني انت ماشي على طريق انا مش عارف الطريق بتاعك اخباره ايه. يعني احنا من وصول طريقنا الخلوه في الجلوه، فانا على طول في خلوه على طول، بندرب المريد على انه يعمل ده وانه يظل موابط بقلبه على الله سبحانه وتعالى. يظل القلب موابط على الله سبحانه وتعالى دائما. الجلوة لا تريم تجارة ولا ايه ولا بيان عن ذكر عن ذكر الله. فيفضل ايه في حاله اللي هو ايه فكره الخلوه في الجلوه. يعني حتى وانا ما بين الناس فقلبي مع الله سبحانه وتعالى. ان عرفت تعمل ده مش محتاجني اجاوبك بقى على سؤال طب اقعد قد ايه؟ اقعد لو حتى خمس دقائق، بنسميها حتى نقول للواحد كده، اقعد لو خمس دقائق عشان تشغل قلبك. واقفه كده ايه عامل عارف زي ما عارف المكنه تفضل شغاله فتحتاج ايه، او الجهاز الكهرباء يقول لك دايما الصانع الموبايل او اجهزه الكهرباء او الاجهزه الالكترونيه افصلها واطفيها ولو مره واحده كل 24 ساعه، واخد بالك؟ فانا عاوزك لو انت هتستمر في هتعمل اللي هو الخلوه في الجلوه دي، فانا عاوز لو خمس دقائق نفصل الفيشه ونرجع نوصلها تاني. بس تقعد كده خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة على قد ما تقدر، يعني ساعة ما يجاش حاجة، بس اللي هو القدر اللي هو ايه اللي هو بيه تفصل يوم عن اليوم، القدر اللي بيه تكنس من قلبك أثار الغفلات والذنوب اللي ايه اللي وقعت في اليوم اللي قبليه. مش هو سيدنا ده بيقول ايه ان اللهم صل على سيدنا محمد تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة إيه بيضاء. فأنا عاوز أقف في الوقفة دي اللي راجع فيها هو إيه اللي مر عليا، وأكنس بقى نظف لو في أي نكتة سوداء، بنت حلوة مقلوظة معدية عليا في الشارع فقمت لمحتها بصيت لها، ادي نقطة سودة اهو في القلب. واحد عدى عليا في الشغل ولا في المكتب ولا في حاجة فأسأت الظن بيه وخطر عليا خطر وحش في قلبه، ودي فتنة اهو، فادي نقطة سودة كمان. واحد كلمني ولا رديت على ابويا ولا رديت على امي رد مش تمام، ولا جاري أسأت الظن بيه ولا تصرفت معاه، وهكذا الفتن شغالة طول النهار في تصرفاتنا مع الخلق. فمحتاج انا في الوقفة دي اللي بيها ادور بقى فين النكت السوداء اللي اصابت القلب وما اهملش قلبي. ودي فايده المراقبه الكامله لله سبحانه وتعالى طول النهار، ان ايه مقفل على القلب مش عاوزه حاجه تدخل. طيب هو الانسان ما بيغفلش؟ بيغفل، وخلق الانسان نسيا وكان الانسان ضعيفا. فاحيانا تفلت بقى مع الواحد مع الاجهاد مع الانشغال تحصل وتفلت حاجه تخش، فمحتاج وقفه انظف واكنس وارجع تاني، ولا يهمل المريد قلب من علامات التوفيق انه لا يهمل ايه؟ لا يهمل قلبه، يفضل على طول مستمر في حاله من المراقبه
ويجي يعمل له وقفه كل يوم زي ما بقول لك كده، نشيل الفيشه ونرجع نشغل المكنه من تاني. بالك علشان ايه؟ نعمل لها ايه؟ نعمل لها اعاده ايه؟ اعاده تشغيل واعاده تحميل، ونعمل لها صيانه، صيانه يوميه. حلو. مواقبة الشيخ، واصل هو الشيخ سلم، الشيخ سلم للترقي، واخد بالك؟ وهو الشيخ الشيخ مواقبة الشيخ، محبة الشيخ سلم لمحبة الله، ومواقبة الشيخ سلم لمواقبة الله. وسيدنا النبي علمنا ده انه في بعض الاحاديث اللي هو ايه، استحي من الناس، فالله حق ان نستحي منه. فالمفاتيح دي موجوده، ان احنا ايه، الشيخ سلم نتعلم فيه كيفيه مواقبه الله، ونتعلم فيه كيفيه الحياء من الله، ونتعلم فيه كيفيه محبه الله. اذا لم يفنى المريد في محبه شيخه مش هيفنى ابدا في محبه الله. بس خد بالك، ما انا بس حط بين قوسين الشيخ الكامل المقتدي، هو انا بحبه وبقتدي به وبواقبه ليه؟ لانه كامل الاتباع لسيدنا رسول الله. الشيخ الان بمعنى السلسله بقى، اذا ما كانش شيخي كده هيبقى بمعنى السلسله. وحيائي منها هو في الحقيقه حياء من الشرع، يعني انا لما استحي منه ان اخالفه، ما خالفته يعني خالفت الشرع، لأنه مش هيخالف الشرع أصلا. بستحي منه أنه يراني حيثما لا يرضى الشرع أن أكون. فهو في الحقيقة حياء من الشيخ ومواقبتي له إنما هي مواقبة للشرع، لأنه هو بالنسبة لي القائم بالإيه؟ بالشرع اقتداء واتباع. والعفو على نبيه لا أبدا تحتار. لا في حاجه، لا ابدا نسي، اهلا بيك. يلا، وصلى اللهم وصلى وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.